مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وإليكم موجزا لهم واخر لمبة. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حصة مصر من المياه قائلا: حصة مصر من المياه ثابتة منذ 100 عام ومن أيام محمد علي، حيث كان عدد السكان 4 ملايين، والآن أصبحنا 100 مليون والحصة ثابتة. وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر على ضرورة ترشيد المياه وتحسين استخدامها، متابعا: المشكلة في مصر هي المحافظة على وعي المواطن في ظل الانفتاح الإعلامي. ألقي القبض على الفنان مصطفى هريدي بعد قيامه بإصابة 4 أشخاص في مدينة الشيخ زايد إثر حادث تصادم بسيارته، وعلى الفور تم اقتياده إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة. وتبشر سلطات التحقيقات في مدينة الشيخ زايد السماع على أقوال مصطفى هريدي وشهود الإثبات حول الواقعة خلال الوقت الحالي. أعلنت شركة مصر للطيران للسياحة عن تنظيم رحلات لسفر مشجعي النادي الأهلي بالمغرب في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في 30 من مايو الجاري أمام فريق الوداد المغربي. وحددت شركة مصر للطيران للسياحة أسعار برامج السفر، حيث يقدر سعر تكلفة برنامج اليوم الواحد ل 14,950 جنيهاً. يشمل تذاكر الطيران للذهاب والعودة وتذاكر دخول المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية. كما طرحت مصر للطيران للسياحة برنامجاً آخر لحضور المباراة بسعر 18,000 جنيهاً لمدة 4 أيام، ويشمل تذاكر الطيران على خطوط مصر للطيران المنتظمة وتذكرة المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية وإقامة بفندق 4 نجوم بالإضافة إلى رحلة سياحية. حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة بتهمة سبي وقصف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للحكم بجلسة 21 يونيو. وكانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة المستشار مرتضى منصور بالحبس سنة وتغريمه 10,000 جنيه في الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب يتهمه فيهما بالسبي والقصف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. توج البلجيكي كيفن دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول. وكتب الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: سيداتي وسادتي، اللاعب الموسم كيفن دي بروين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت جولتنا الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.